إزاي هتلر خطط للهجوم على أمريكا؟ أمريكا هي على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، محصلش عليها ولا هجوم ولا مرة غير في حرب الاستقلال ضد بريطانيا. هتلر كان دماغه فيها إيه؟ المحيط الأطلسي كان مليان بالغواصات الألمانية اللي عملت خسائر ضخمة على السفن الأمريكية اللي كانت رايحة لبريطانيا بالمؤن. بالمناسبة الغواصات دي وصلت لمدى سمح لها إن هي تصور نيويورك بالليل وأنوارها المضيئة بشدة. كان جزء من خطة الهجوم إن الألمان يهاجموا من الساحل الشرقي واليابانيين يهاجموا من الساحل الغربي، لكن الطيارات هيتم رصدها وإسقاطها قبل ما توصل لأهدافها. خطة تانية برضو تسربت واتنشرت في المجلات الغربية هي إن القوات الألمانية هتروح للساحل الغربي لأفريقيا ومنه تعدي الأطلسي لأمريكا الجنوبية وتنفذ هجومها على الجنوب الأمريكي. خطة تالتة مشابهة هو الاستيلاء على أيسلندا وجرينلاند للهجوم على كندا ودخول أمريكا منها. طبعا كل الخطط دي كانت شبه مستحيلة، إزاي هتنقل جيش كامل وتعمل خطوط إمداد طويلة جدا، وكمان أكيد هتتكشف لأن أكيد مش هتمشي المسافة دي كلها من غير ما حد يكشفك. الأولى إن الألمان كانوا يوفروا مجهودهم ده للهجوم على بريطانيا أحسن، وهي حتى جنبهم. قلنا هل الألمان كان فعلا عندهم فرصة للهجوم على أمريكا؟